يعد حادث إطلاق النار في مدينة أورلاندو الثاني من نوعها الذي تشهده المدينة هذا الأسبوع، ويرى المحللون أن هذا الهجوم سيفتح مجددا النقاش حول السيطرة على الأسلحة النارية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. يبلغ عدد سكان الولايات المتحدة أكثر من 300 مليون نسمة، في حين تجاوز عدد الأسلحة النارية الخاصة 300 مليون قطعة سلاح. وظهرت أنه وقع أكثر من 50,000 حادث إطلاق نار في الولايات المتحدة عام 2015، مما أسفر عن مقتل نحو 13,000 شخص وإصابة أكثر من 26,000 آخرين. وفي السنوات العشر الماضية كان 4 ملايين أمريكي من ضحايا الهجمات والسرقة وغيرها من الجرائم المرتبطة بالأسلحة النارية. هذا ويعتقد المحللون في معهد بروكينز الأمريكي أن العدد الحقيقي لحوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة أكثر من عدد التقارير بشكل كبير، وأن البيانات الموجودة لا تعكس مدى خطورة عنف الأسلحة النارية. وأضاف المحللون إنه بالنسبة للولايات المتحدة فإن الحد من عنف الأسلحة النارية يجب أن يكون من أولويات السياسات العامة. على سبيل المثال، في العاصمة واشنطن تم إبلاغ نحو 22% من حوادث إطلاق النار إلى الشرطة خلال الفترة ما بين يناير عام 2011 ويونيو عام 2013. وفي يناير الماضي أصدر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمرا تنفيذيا لتوسيع نطاق المراجعة على الترخيص بشأن بيع الأسلحة النارية وتعزيز المراجعة لخلفيات المشترين للأسلحة وتطوير تكنولوجيا جديدة لسلامة الأسلحة النارية. ومع ذلك، أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن مبيعات الأسلحة النارية ارتفعت بدلا من الانخفاض بعد إصدار الإجراءات الجديدة للسيطرة على الأسلحة النارية. ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، فإن المكتب قد راجع خلفيات أكثر من 2,520,000 طلب شراء للأسلحة النارية في مارس الماضي، وذلك بزيادة قدرها 35,000 شخص عن العام الماضي.